أنا وعليك. دكتورة، دكتورة من كلية طبية من جامعة بغداد. موضوعنا اليوم إن شاء الله عن السرطان علاجه بالمواد النانوية أو النانو تكنولوجي. بالبداية أعطيكم نبذة مختصرة عن السرطان وطرق العلاجية مالته، وأدخل النانو تكنولوجي والطرق العلاجية الأخيرة أبدت يعني فعالية قوية بالنسبة للمرض. نبدي عن تاريخ السرطان. يعتبر السرطان من أخطر المواد المنتشرة بالعالم، تعددت أنواعه لكن اتفقت جميع على أنه أكثر خطورة على صحة الإنسان ويصيب الأطفال والكبار، ولهذا هو يعتبر من أخطر الأمراض لأنه مرض ميت في أغلب حالاته. وهناك أنواع عديدة من السرطان، منها سرطان الثدي وسرطان القولون والبروستات والمعدة والجلد وغيرها. جاء كلمة السرطان أو الكانسر مثل ما حاليا إحنا نعرفها بالإنجليزي من الطبيب اليوناني أبوقراط. هذا هو أبوقراط الملقب بأبو الطب، واستخدم الكلمات اليونانية اللي هي كارسينوما أو لينفوما هي لوصف الأورام أو لوصف السرطان. وكان يعتقد أن يعني شكل السرطان هو مثل شكل سرطان البحر، وطبعا هو شكل فعلا يعني كجسم، والرجلين مالته شلون يمشي سرطان البحر، هو تكون الخلية السرطانية واللي طالع وامتداداته في داخل الخلايا الطبيعية واللي تمتد فعلا يشبه سرطان البحر. فهو تبعا لشكله وصف أبوقراط بأنه يشبه سرطان البحر كشكل. سابقا كانت أقدم حالة موثقة من بالسرطان هي في مصر القديمة في 1500 قبل الميلاد، وتم تسجيل هذه يعني الحالة وثمان حالات من الأورام معها على ورق البردي، وتم علاجها بطريقة الكي التي تساعد على تدمير الأنسجة. كل الطرق القديمة السابقة كانوا يستخدمون طريقة الكي لعلاجها، مثل ما نشوف بأغلبهم الأفلام القديمة يحمون السكينة على نار إلى أن تصير حمراء ويلشعون أو يحطوه على الجرح، وهي هاي طريقة طبعا كلش صحيحة لأنه هذه الحرارة الشديدة هي تقتل البكتيريا، فلهذا يقتل أي مرض أغلب الأمراض، بس هذه بالنسبة للالتهابات. هذه الأمر طريقة الكي ما تنطبق على السرطان، لأنه السرطان ما يبقى مجرد شيء سطحي، لأن ينتشر إلى أعضاء داخلية عبر الأوعية الدموية، فلهذا هذه طريقة غير مجدية للعلاج. استخدموا هذه الأداة الساخنة هي حفر النار، ولهذا هي لم تكن من الطرق حتى في ذلك الوقت يعني علاج غير فعال للقضاء على المرض، بس هم ما كانوا يعرفون ليش. أول شخص في السرطان هو طبيب الفرعوني محوب مدخل خلال مخطوط عود إلى 2500 قبل الميلاد. هذا الجراح متميز صادفته الحالة شافها على شكل كتل باء منتشرة في أحد المريضات اللي كان الزوراي، وهذه يعني التحببات كانت تحوي على كالمعتاد، لأن أغلب الالتهابات أو الورم الظاهرية اللي كانوا يشوفوها طلع هذه السوائل، هذه شافها أنه ما تنزل من عندها السوائل والكتل بارزة، ورأى أنه يتغلب عليها ويلقى طريق للعلاج بها. كانت الكتل عبارة عن تورمات كبيرة، فقال أنه هذا ولا يوجد علاج. وفي العام 500 قبل الميلاد كانت هناك ملكة فارسة اسمها أتوسة أصيبت سرطان،
وعانت منه طويلا. طب هذه الملكة قادت البلاد يعني، وقامت بحملات عسكرية، إلى طلبت من أحد من عبيدها أنه يقلها الثدي حتى تخلص من الآلام اللي كانت تشعر بها. فتخلصت من المرض وعاشت لسنين واستمرت بالحملات العسكرية مالتها، وكانت يعني حسوا أنه هي هاي بداية علاج السرطان طريق قطع المرض من الأصل. وبالعام 400 قبل الميلاد الطبيب اليوناني المشهور أبقراط أطلق مثل ما ذكرت قبل شوية الكارسينوما على مرض السرطان. وشهد بعد الميلاد في عام 1868 فرضية أن السرطان سببا كليا على يد كلاوديوس غالين. وبعد 1000 سنة عام 1778 للميلاد قام الدكتور هانتر في لندن بإطلاق تصنيف سرطان الثدي، ويعني صنفه موضعيا وبشكل مبكر. يعني هو السرطان يتكون من 4 ستيجات، يعني 4 مراحل، يعني عرف المرحلة الأولى من عنده. وبمجيء عام 1890 للميلاد أجري استئصال جذري للثدي، شمل استئصال العضلات الصدرية العميقة والعقد اللمفاوية تحت الأبط، اللي هو لحد الآن يقومون الأطباء بهذه العمليات. أما في أوائل القرن العشرين فقد حاول الأطباء القضاء على المرض بشكل موضعي باستخدام أشعة إكس. أريد أبين لكم الفرق بين الخلية الطبيعية والخلية السرطانية، فشي مبسط حتى من أشرح شلون نعالج السرطان بالمواد النانوي نعرف عن أي طريق ندخل. هذه هي الخلية الطبيعية. كل خلية تتكون من نواة وسيتوبلازم، يكون حجم النواة صغير نسبة إلى السيتوبلازم، بينما هذه الخلية السرطانية تكون غير منتظمة بالشكل، كمية السيتوبلازم قليلة بالنسبة للنواة، هذه بالنسبة للشكل. انقسام هنا انقسام منتظم، 4 خلايا تنقسم، الوحدة تصير 2 والاثنين تصير 4 وبشكل منتظم، وحافظة الخلية على انقسامها، بينما الخلية السرطانية تنقسم انقسام غير منتظم بأشكال غير منتظمة، بينما هنا الخلية الصغيرة يعني أو البنت يعني تشبه الأم كل صفاتها، بينما هنا لا، حتى بشكل هاي متطاولة هاي مدورة، شكل الأنوية غير منتظمة، أشكال الخلايا المنقسمة واحدة ما تشبه الثانية. هنا أكو processes نسميها بروزات تظهر من الخلية السرطانية، بينما الخلية الطبيعية خلال التمايز والتطور تبقى محافظة على النواة مالتها وغلافها النووي وكمية السيتوبلازم والغشاء السيتوبلازمي، بينما هذه تبقى غير منتظمة. ونفس الشكل من يصير انقسام آخر لتكون أنسجة يبقى هنا الانقسام منتظم وهنا غير منتظم انقسام الخلية. ولهذا هذا من يكون شكل غير منتظم هو اللي يسوي الورم مستقبلا. ما هو السرطان؟ السرطان هو القدرة على استعمار أنسجة جديدة والتكاثر فيها. يعني مثلا هو بالكبد نلقاه صار بالرئة، يعني استعمر أو هجم على نسيج ثاني غير النسيج الحقيقي اللي هو موجود به وتكاثر به، يعني مو بس انتقل إليه وإنما تكاثر به، هو بالكبد ونشوفه بالرئة. عدم الاكتراث بأي من الإشارات الداخلية والخارجية المنظمة للتكاثر والنمو. عادة شلون يصير التكاثر أو النمو؟ من يصير خلخلة بين حجم النواة والسيتوبلازم، راح من يبدي بالخلية الطبيعية، من يبدي حجم السيتوبلازم يقل نسبة إلى النواة راح تبدي الخلية تنقسم كانقسام طبيعي. هذه استجابة لخلية طبيعية، يعني فسيولوجيا الجسم
أو فسيولوجيا الخلية. بالخلية السرطانية ما عليها بعدها النواة صغيرة، السيتوبلازم هواية أو قليل، ما تستجيب لأي إشارة. عادة الخلية من تكبر بالعمر تموت، ما تستجيب لهذا الأمر أو بالنسبة للنمو أو أي علامة. يعني هذه العلامات الصح لها إحنا ماركر. تغزو الأنسجة الأخرى، هنا إضافة إلى غزوها تتكاثر بها، تغزو الأنسجة الأخرى. قدرة غير محدودة وغير منتظمة على التكاثر. كل هذه الأسباب يعني سببها الرئيسي هو حدوث طفرة جينية تسمح بتراكم طفرات أخرى، والجينات المسؤولة عن تصحيح هذه الطفرات تكون قليلة أو غير قادرة بشكل كامل على التصحيح، لأن هي ثلاث جينات عادة تكون رئيسية لتكوين السرطان، هي اللي يتكونها واللي تستمر بتكوينها واللي المفروض تعالجها. فهذه اللي تعالجها أو اللي تقلل منها تكون ضعيفة، وهذه الاثنين الأخرى تزداد. وشيء مهم كلش أيضا من صفات الخلية الطبيعية أنه من يمر عليها العمر ومن تخلص عملية النمو والتمايز تموت طبيعيا، تهرم وتموت، والجسم يخلص من عدها بطرق الخاصة المتعددة بالمناعة. هنا الخلية السرطانية تتعطل عدها عملية الموت المبرمج، لهذا تسمى خالدة لا تموت. الخلية الطبيعية تموت، وهنا بالخلية السرطانية تتعطل عملية الموت المبرمج، نسميها بالإنجليزي apoptosis. أسباب السرطان: عدم أو التعرض الشديد لأشعة الشمس أو التانينج، أو التعرض الزايد لليوفي بأوقات غير طبيعية ووقت وكمية مستمرة من التعرض للشمس. وأول شغلة قبل كل هذا هو الأكل غير الصحي، الأكلات السريعة، الأكل المعلبات، الأندومي، كل المواد المصنعة هي أسباب رئيسية لحدوث السرطان بسبب المواد الحافظة الموجود بها. كل هذه المواد المحافظة الموجودة وإن كانت بنسبة قليلة واستهلاك الإنسان إلها، استهلاك الإنسان المستمر إلها راح يزيد تركيزها بالجسم ومستقبلاً تسوي السرطان. والفيروسات HPV PV، أغلب الفيروس هواية من الفيروسات اللي تغزو جسم الإنسان وتندمج المادة النووية مالتها سواء كان نوعها DNA أو RNA ويا المادة الموجودة النووية الموجودة بجسم الإنسان، هذه تسوي سرطان مستقبلا. التدخين طبعا سبب رئيسي من أسباب السرطان، سواء كانت السيجارة أو النرجيلة أو أي نوع من الأنواع. وطبعاً النرجيلة حالياً هي سبب أخطر من التوباكو، يعني التبغ، لأن أضافة إلى يعني القطران هو سبب آخر أضافة للمادة اللي هي سببها التدخين. قسم من الأماكن اللي يحضروها الناس يعني يشربون بها النرجيلة يحطوا لهم فاليوم شوية، إضافة إلى أنه يحطوا لهم هذه الروائح اللي هي كلها مواد مصنعة وغير حقيقية، يعني مو هو التفاح الحقيقي أو الفراولة الحقيقية، همينة مواد مصنعة، فهواية صارت مواد سامة بداخلها. التعرض إلى الشمس وبدون أن يحطون هذا السانسكرين اللي هو الواقي الشمس، والتعرض المستمر هذا السانسكرين شوية يوقي، هاي بالنسبة مثلا لسرطان الجلد بشكل رئيسي. مثلا التوباكو ولو هذا السيجارة هي كل أنواع كل يعني أعضاء الجسم تأذيها، بس مينلي الرئة. عندنا الفاكسين يعتبر شغلة وقائية ممكن أنه يعني نتعالج بيها، إذا بالنسبة للإنفلونزا أو غيرها تقلل لنا استخدام الفاكسين، يقلل من الإصابة بالسرطان. وهذه المفروض نحطها بالبداية، هي الأكل الصحي والرياضة يومياً وبصورة مستمرة
الرياضة تقينا إلى حد كبير من السرطان. هنا أنا رسم الفواكه هي الهيلثي طبعاً، لأن بيها هذه الأنتي أوكسيدنت اللي تقضي على الفري راديكال الموجودة بداخل الجسم اللي تقلل لنا من خطر الإصابة بالسرطان. هذه مثلوا بي الكانسر. مثل ما ذكرت أنه قبل شوية هناك أنواع كثيرة من السرطان، اللوكيميا اللي هو سرطان الدم، اللنفوما هو سرطان الغدد اللنفاوية، هذه اللي قلنا اللي هي ويا الثدي، لأن الثدي متصلة بي الغدد اللنفاوية اللي هي تحت الأبط، فإذا يشيلون وعادة ينتقل السرطان من عضو إلى الثاني خلال الأوعية الدموية والأوعية اللنفاوية. وبما أنه بالتشريح يعني ارتباط الثدي مع غدد لنفاوية موجودة يعني تحت الأبط، فيشيلون الثدي والغدد اللنفاوية اللي تابعة إلي، إذا هو بالستيج الثاني أو الثالث يكونون لحقوا على المرض وما منتشر إلى أعضاء الجسم الأخرى ويشفى المريض. الساركوما اللي هي تشمل النسيج الشحمي والنسيج العظمي والنسيج العضلي، يعني سرطان العضلات والعظام والنسيج الشحمي اللي من ضمن الأسماء اللي ذكرها أبو قراط ساركوما. البروستيت بالنسبة للرجال، البلدر المثانة بالنسبة للجنسين طبعا، سرطان المثانة وسرطان القولون، وسرطان الثدي مو بس بالنسبة للنساء، بالنسبة للرجال أيضا. هذه هي أنواع السرطانات اللي موجودة داخل الجسم. دائما نسمع أنه أكو نوعين من الأورام، هي أورام حميدة وأورام خبيثة. فشنو فرق؟ يقولوا إحنا ما خافوا من الورم الحميد، لأن الورم الحميد كأنه انقسام منتظم يحدث داخل الجسم حتى يكون محاطب هذا الغشاء، هذا الغشاء. فهم ايش يصلون الأطباء؟ يصلون هذا الجزء ويشيلوا وترجع الخلايا بمكانها ما تتأثر يعني، وهذا غير منتشر. بينما شوفوا هنا الفرق بين هذا السرطان الخبيث اللي همش الخلايا غير منتظم، أضافة إلى انتشاره للثدي كله. For example هنا ماخذين البريست، هذا الفرق بين الورم العميد والورم الخبيث. طبعا هو مو بس ينتشر بداخل الثدي، بعدين مثل ما ذكرت ينتشر خلال العقد اللنفاوية وخلال الأوعية الدموية الموجودة داخل الثدي اللي تنقله إلى أعضاء الجسم الأخرى حتى يوصل إلى الدماغ أحيانا. كيف ينشأ السرطان؟ ينشأ السرطان من خلية واحدة بالبداية، تصير طفرة صغيرة جينية في خلية واحدة. كل خلية مثل ما نعرف احنا هي تنمو إلى خلايا عدة، تحدث في وحدة من هذه خلية يعني نسميها، وهذا نسيج، لأن النسيج يتكون من عدة أنواع من الخلايا. وبعدين هذا الجزء هو الأعضاء، هذا هو ترتيب الجسم، خلية نسيج وأعضاء، يعني الأعضاء تتكون من مجموعة أنسجة والأنسجة تتكون من مجموعة خلايا. من مجموع كل هذه الخلايا خلية واحدة فقط يحصل بها تغير جيني غير معروف السبب لحد الآن، ولا معروف العلاج بسبب عدم معرفة أي من هذه الجينات صار الخلل. ويوم ما ينكشف هذا الموضوع راح يكون العلاج نهائي. تبدي هذه الخلية الوحدة، هو هنا احنا ما نحتاج بعد بهذا الوقت انه تنمو الخلايا الطبيعية، ولهذا هذه الخلايا المستطيلة الطبيعية الوردية باقية مثل ما هي، وهي خلية وحدة سرطانية في نفس الوقت اللي ما انقسمت به الخلايا الطبيعية زاد وانقسمت به الخلايا السرطانية بشكل غير معقول، اضافة الى تغير شكلها الغير معقول. خلال الأوعية الدموية والأوعية اللنفاوية راح تنقل هذه الخلية السرطانية مثلاً للرئة وتسوي سرطان الرئة،
أو للقلب وتسوي ممكن إنه تسوي سرطان بأي جزء، للأمعاء الغليظة أو القولون ممكن إنه تسوي سرطان الكبد أو سرطان الكلية، هنا نهمينا سرطان الكبد أو سرطان المعدة أو ما بينهم القنوات اللي موجودة بينها، وقد تصل إلى الدماغ أو ممكن خلايا خاصة بالدماغ همينا يبدأ بيها، مو شرط أنه تبدي بهذه الخلية وتصل إلى هذه الأعضاء، ممكن أن تنشأ في الرئة وتنتشر إلى مكان ثاني أو تنشأ في القولون أو تنشأ في الدماغ، هم يتكون من عدة خلايا، ممكن أنه هذه الطفرة تكون بوحدة من هذه الخلايا وتنشر باقي أجزاء الجسم. هذا هو نفس التخطيط، نسيج طبيعي، هذا النسيج الطبيعي بخلية واحدة صارت بها طفرة، انقسمت، انتشرت، هذا هو الوعاء الدموي الأبيض. وهذه الأوعية الدموية طبعاً كل نسيج سرطاني يسوي لنفسه أوعية دموية خاصة به، طبعاً هذه الأوعية الدموية اللي يسويها به هذه هي أوعية غير طبيعية. عادة الوعاء الدموي يتكون من خلايا طلائية مبطنة، مسافات بيناتها مثلا من 60 الى 3 انواع عندنا من هذه الاوعيه، يعني مسافه بين خليتين هي تكون 60 الى 80 مايكرومتر، هنا طبعا توصل ل 60 الى 800. ومن نوصل لهاي المرحله اللي سوت بيها اوعيه دمويه داخلها هي خلية سرطانية تسويها نفسها، نسمي هذه العملية هي انجيوجينيسيس. فبهذه العملية هذه الستيج هي تعتبر الستيج الرابعة اللي راح تنتقل من خلالها إلى بقية أعضاء الجسم، نسمي هاي العملية هي الميتاستاسيس، يعني انتشار الخلايا السرطانية إلى أعضاء ثانية. مثلا هنا التيومر موجود هنا بالقولون انتشر الى صار للميتاستاسز، هذه العمليه اللي شفتها هنا هاي الستيج الرابعه. شلون انتشر هذا؟ انتشر خلال هذه الاوعيه الدمويه، مثل ما قلت كل سرطان يسوي نفس اوعيه دمويه الخاصه به اضافه للاوعيه الدمويه الموجوده اصلا يعني بالطبيعي بالقولون، وينتشر خلالها الى الرئه. هذا هو مثل الوعاء الدموي، هاي الكريات الدمويه الطبيعيه، وهذه هي الخليه السرطانيه اللي راح تنتقل خلال هذا الوعاء الدموي وتوصل الى الرئه. بالعام 2020 اللي هي سنة الكورونا، طبعاً هي كل سنة المفروض يسووا لها إحصائيات، بس لقيت آخر شيء هي السرطانات الإحصائية اللي موجودة ب 2020. في سرطان الثدي تقريباً 1.25 مليون حالة، كانت توفى منهم 1.08 مليون حالة. سرطان الرئة 2 مليون تقريباً، سرطان القولون 1.9 مليون تقريباً، 1.935 مليون حالة وفاة، وأيضاً أكو سرطان البروستات وسرطان الجلد وسرطان المعدة 1.9 مليون توفى منهم 769، وهكذا. فحالات يعني تقريباً للنص أو الثلث يموتون، فلهذا هو مرض من الأمراض العصية بسبب عدم وجود العلاج الشافي الأكيد. علاج السرطان، هناك عدة أنواع من العلاجات تستخدم للسرطان، والرئيسية هي الجراحة، ولحد الآن هي الجراحة هي الشيء الرئيسي اللي ممكن التخلص من أكبر عدد ممكن من المعالجة الكيميائية. تستخدم المعالجة الكيميائية لقتل الخلايا السرطانية، قسم يحتاجوها اثنين، هي قسم يحتاجون بس الكيميائية، قسم يحتاجون الكيميائي والإشعاع والجراحة حسب نوع السرطان والمرض اللي واصل إلها والعضو اللي موجود بيها. هذه الأشياء الأساسية والمتابعة لحد الآن. أكو موجودة زراعة نخاع العظم، يعني هذه الستيم سيل اللي هي الخلايا الجذعية
يزرعوها، لكن هي طبعا مو فد شيء كلش اكيد، لان اي علاج ينقص المناعه بالجسم يهدد الجسم بالخراب، الا يبقى بفد مكان يعني كل شيء يحافظون عليه بشكل كامل ورغم كل عنايه الاغلبيه يموتون، سواء كان نخاع العظم او المناعي. المعالجه الهرمونيه يستخدموها عاده الكبار العمر، يعني معالجه جيده لا باس بها. واكو العلاج الدوائي الاستهدافي، يعني مثلا موجود بالجلد او بالثدي، يسوي له نيدل، يحط الماده الشعاعيه بيه العفو الكيميائيه ويغرسها مباشره بيها، بس طبعا هذه ما ترهم لكل الانواع من السرطانات. واخر شيء اللي اكتشف هو العلاج بالمواد النانويه، ويعتبر من المواد الجيده ككلفه وكنوعيه، وهسه اشرح لكم ليش. هو هذا كان شغلي بالدكتوره، بس مو لان شغلي بالدكتوره يعني بدي اسوي له دعايه، بس هذا انا اللي شفته. بالسنوات يعني القليله الماضيه يعني ظهر العلاج بالمواد النانوي بشكل كبير، يعني ألقى بثقله على العالم وأصبح محط الاهتمام بشكل كبير، اللي هو العلاج بالنانو. النانو معناها صغير، أو سموها النانو تكنولوجي، يعني تكنولوجيا النانو، برغم استخدامها بالصناعة وأثبتت مدى يعني الاهتمام الكبير والنوعية الجيدة ووصول الصناعة إلى أقصى حدها بالنانو، بس يبقى جسم الإنسان ما نقدر تنطبق عليه أي شيء نقدر نعالجه به. بس هذه طريقة النانو لحد الآن لم يعني ما انطتنا أي سايد إفكت على هذه يعني كعلاج، وحتى السايد إفكت اللي تسويها فالشي كلش بسيط بالنسبة للمرض نفسه، أو بالنسبة مقارنة بالعلاج الإشعاعي اللي يوقع الشعر هو والكيمياوي. السايد إفكت الموجودة ببقية العلاجات كلش قوية، ما ظهرت عد بالنانو يعني حتى بالبحوث العالمية لحد الآن. النانو مثل ما قلت هو معناها صغير، شيء يمثل واحد من المليار المتر، وهذه المواد بس احنا مو نقدر كل النانو يعني ومن واحد الى المليار من الواحد الى المليار ونقدر نستخدم الاسم، لا نقدر نستخدم الى المئة نانو فقط، لان هذه لان احنا نريد نعالج الجسم، فاللي راح ينتقل خلال الجسم يعني الأوعية الدموية، فلازم نعرف نوع الوعاء الدموي الموجود بهذا العضو، إيش قد المسافة بين الخلايا الموجودة داخل هذا الوعاء يقدر يعبرها أو لا. هذا كلش مهم بالنسبة لجسم الإنسان، لأن نتعامل ويا جسم الإنسان مو كمادة صناعية أو أي شيء ثاني. لهذا أضافة إلى استخدام المواد الكيميائية بالجسم، حملوها هذه المواد الكيميائية على مواد نانوية، فشافوا أنه تنطي فعالية أكثر، أو ربطوها بجزيئات أو هياكل بيولوجية. مثلا من ضمن جزيئات الإنسان هي الأجسام المضادة، ربطوها بالأجسام المضادة، أو ربطوها بالبروتينات اللي ينشئها الجسم، أو بالجينات، أو بالبروتين اللي ينشئ الجين، فأظهرت نتائج يعني مبهرة. بعد عندها بالطب أيضا مو بس بالعلاج، بالتشخيص استخدموها بالسونارات، بالسي تي سكان، هذول كلها يستخدمون مواد نانوية للتشخيص. كل هاي الرزولوشن اللي ينطينا إياها الجهاز كلها مطلية أو مصنعة المواد الأولية مالتها من مواد نانوية. استخدموها طبعا، هاي أنا أخذت بس السرطان، بس هو هواية من الأمراض الرئيسية استخدموا العلاج الطب النانوي. حتى بالستيم سيل اللي هي الخلايا الجذعية، ممكن أنه خليع مثلا الصوم، الناس الصوم ممكن أنه خلية عادية يسولها ديفرنشيشن يعني تمايز، يميزون هذه الخلية، يضيفوا لها فكترات أو مواد يحولوها إلى خلية سمعية ويغرسوها بداخل الإذن
ويخلون اللي يعني ذول هالصم ممكن انه يسمعون بدن هذه السماعات. فاي خليه جسميه مجرد ياخذوها من السيم سيل يسووا لها هذا التمايز الى يضيفوا لها هاي المواد اللي يريدون يحولوها الى اي خليه يعني مصابه اي مرض ممكن انه تذكروا لي اياه هسه اقول لكم ممكن هاي الخليه اللي تنأخذ من النخاع العظم يسووا لها تمايز ويحولوها الى الخليه اللي نريد نعالج بها هذا المرض وممكن انه تزرع وتحل محل الخليه الاصليه ويعالج. راح نشوف نسبه هذا النانو بالنسبه للشيء العلاجي. أنا هاي الخلية السرطانية كنت أريد أعالجها الدايمتر مالتها هو 10 ميكرومتر بينما أنا استخدمت من 1 إلى 100 نانومتر يعني هاي جزيئة ما 10 نانومتر كبر هاي أكسجين وهذه الهيدروجين الذرتين. الدي أن أي مال الإنسان 1 نانومتر. هذه الأنتي بودي اللي هو الجسم المضاد 10 نانومتر لهذا ممكن انه هذا نستخدمه كعلاج او نغطيه بعلاج نانوي او ممكن انه نصغره بطريقه ونضيف له فاكتورات يتحول الى علاج نانوي ونعالج به السرطان او غيره. الفيروسز ايضا 100 نانومتر واكو اصغر مو استخدمت الفيروسات لعلاج السرطان بس طبعا مو الفيروسات اللي هي تصيب الانسان ويصير المرض مرضين على الإنسان، لا مثلاً فيروس يصيب الدواجن يستخدم لعلاج الإنسان هذا يحاط بنانو هم هو أما يسووا نانو أو يحمل على مادة نانوية وتعالج به الخلية السرطانية ونفس الشكل بالنسبة للبكتيريا. هسه نشوف الفرق بين الخلية شلون انتقال المادة النانوية خلال الوعاء بالنسيج الطبيعي والنسيج السرطاني. ليش قلت انه هذه هاي الماده النانويه هو علاج امن من الشعاع والكيمياوي وطبعا الجراح لان الجراح يعني هو دا يشوف صح ودا يقطع وراح يقطع داير مداير المرض بس ما يدري هو انتقل او لا. بعدين يجي المريض ورا فتره يقول له اني دا احس بالم بغير مكان ونلقى انه السرطان منتشر وعابر الى مكانات يعني بينما المادة النانوية هذه هي الخلايا الطبيعية مثل ما شفناها قبل شوية وهذا هو نسيج طبعا وليس خلايا نسيج يتكون من خلايا طبيعية منتظمة يمر بداخل كل نسيج وعاء دموي. هذا هو الأحمر هو الوعاء الدموي ويا كل وعاء دموي أو ويا كل عضو ويا كل نسيج أكو مرافق إليه وعاء لنفاوي. هذا الأخضر هو الوعاء اللنفاوي. هذا الوعاء الدموي يتكون من هذه الخلايا الطلائية شلون هنا منتظمة ووحدة مصطفة بصف الثاني تبطن الجهتين من المعاء وهذه هي الخلايا الثانية. هو هنا مستخدم 3 أنواع من المواد النانوية كلش صغيرة هاي الزرقة والبنفسجية شوية أكبر وهذه مادة نانوية كبيرة. من اجتي هذه المواد النانوية تريد تدخل بداخل النسيج الطبيعي مدى تقدر تعبر بين هذه الخلايا الطلائية المبطنة للوعاء. إذن هو يسموه selectively يعني يختار الطريق اللي تمشي بيه يعني من النسيج منتظم والخلية الطبيعية ما راح تقدر هذه المواد النانوية تقتحم النسيج الطبيعي. إذن بينما الشعاع والإشعاع والمواد الكيميائية تجي تعبر لأن ذيك مواد الذوب بالشحم فالذوب الغشاء هذا والذوب هذا وتدخل فما تعرف أنه هذا خلية طبيعية خلية سرطانية فلهذا يوقع الشعر وتظهر هذه الأعراض المؤذية الكثيرة بالنسبة لمرضى السرطان. بينما المواد النانوية ما تدخل بداخل النسيج الطبيعي لهذا تختار المكان اللي تدخل به. مثل ما ذكرت قبل شوية هذا الوعاء الدموي اللي سوى هذا النسيج السرطاني أو هذه الخلايا السرطانية شوفوا المسافة بين خلية طلائية والثانية بين شوفوا المسافة قد كبيرة هذه مسافات كبيرة بينما هذه هنا وحدة لازقة بالثانية مربوطة بجانكشن يعني مرتبة. اجت هذه المواد النانوية الصغيرة قدرت تدخل
من الثقوب، لأن بداخل هذه الخلية نفسها هم أكو ثقوب بداخلها على سطحها وبياناتها. هذه الصغيرة دخلت من ثقوب الخلية الطلائية نفسها ودخلت بداخل النسيج السرطاني، والأكبر من عندها شوية البنفسجية تدخل بهذه بالفتحة اللي موجودة بين خليتين طلائية، الخضرة ما قدرت تدخل لهنا ولا هنا. إذن هذه طريقة يعني علاجية غير جيدة، معناها هاي أكثر من نانو، أكثر من مية. فلهذا هاي المواد النانوية لو مو لقت الوعاء الدموي مفكك وغير طبيعي فدخلت، فش راح تسوي؟ تدخل بداخل هذه الخلايا وتعالجها، تستحذ الأمور اللي ماتت بالخلايا الطبيعية. مثلا الموت المبرمج، الخلية الطبيعية عندها خاصية الموت المبرمج، هذه ما عندها. فش تسوي المواد النانوية؟ تدخل بداخل الخلية العادية تستحث الموت المبرمج، إذن الخلية راح تقدر تموت، تهرم وتموت، مو تظل بس تبقى تنموت تكاثر، أو تكبح التمايز الزايد عن اللزوم، النمو الزايد عن اللزوم، التكاثر المو طبيعي. كل الأمور اللي تفقدها الخلية السرطانية تبدي تستحثها هاي المواد النانوية. لهذا أقول، وجماعة يأيدون النانو يقولون هذه فطريقة كلش جيدة، لأنه قدرت تختار أو تميز الخلية السرطانية عن الخلية الطبيعية اللي ما قدر لا الإشعاع ولا الكيمياوي يميزها. هذه هي الخلية السرطانية. بعد مرات أكو بيها بروسيسز، يعني هاي البروزات اللي تشبه السرطان مثل ما قال أبو قراط. وهذه هو مادة نانوية مغطى تغطي الإدراج اللي هو كان كيمياوي مغطات، وتشوف من موجودة المادة النانوية مغلفة به جتي أوتوماتيكيا ارتبطت بالخلية السرطانية، يعني سوت يعني عرفتها بسبب دخولها من الأوعية الدموية، ويعني عرفتها. هاي الصورة هسه راح يعني أعرض لكم، ولو يمكن أطلت عليكم فد فيديو صغير مثال بسيط لسرطان وعلاجه بالمواد النانوية. هذا هو سرطان بالكبد، ينتقل هنا حقنا والمادة النانوية، اجت المادة النانوية على سرطان. هذا هو الوعاء الدموي اللي يحمل هاي الدوائر الحمر، هي الأوعية الدموية، الكريات الدموية الحمر، وهذه البيض هي المواد النانوية. دخلت بداخل، دا تتمشى كلها، دا تسير بداخل الوعاء الدموي. هذه الثقوب الموجودة على الخلايا الطلائية دخلت، راح تدخل من هنا. وين راح تروح وراها؟ للخلية الموجود بها الوعاء الدموي. دخلت من ثقوب الخلايا الطلائية المبطنة للوعاء الدموي. هذه هي الخلية السرطانية اللي دخلت بيها هذه المواد النانوية. دخلت المادة النووية بداخل هذه الخلية السرطانية، وهذه تكون محاط موجود بها همين علاج كيميائي، مغطاه بعلاج كيميائي، فدخلت الى داخل الخليه السرطانيه، استحثت كل الامور اللي ذكرتها سابقا اني، وبدت تتجمع حول النواة او تعالج القضايا الموجوده بالسيتوبلازم. راح تبدي تنتج اجسام مضاده من خلال العضيات اللي موجودة واللايسوسومات اللي بداخل الخلية. هترتبط هذه الخلايا، يجي اللايسوسوم بعدين عليها. هذا الاندوسوم الموجود بداخل الخلية راح يبدي يحللها، وهنا حتكون راح تدخل وراها عملية الموت الخلوي المبرمج.
من تدخل الموت المبرمج تجي الخلايا البلعمية اللي يسموها الفاغوسايت تلتهمها وتسوي الفاغوسايتوسيس، ويتخلص الجسم من المواد النانوية والكيميائية والسرطانية، يعني الدبريز اللي هي فضلات الخلية تلتهم من قبل الخلية الهلامية الماكروفيج الالتهامية. وراح يصير هذا الورم يبدي يصير له ريجريشن، يعني يصغر وينكمش ويتعالج. وشكرا جزيلا. هذا هو لوجو للبريست كانسر. كل يوم كل سنه بيوم 25/12 هو اليوم العالمي لسرطان الثدي، وهذا هو اللوجو مالتي. أنا دائما أحضر بهذه شو اسمه بمؤتمر أو ندوات نلقي بها محاضرات أو أحضرها بهذا اليوم عادة. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا دكتورة سنتي. عفوا دكتور، أهلا وسهلا بي. أسئلة الآن اللي يحب مداخلة أو يحب إنه بالشات الطريقتين متاحة لحضراتكم. يعني راح اخلي ال تفضل دكتور سيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورتنا المتالقه الكريمه على هذه المحاضره الجيده جدا، واللي حضرتك يعني بسطت لنا الموضوع يعني بصورة جيدة جدا جدا، فكل الشكر والتقدير لحضرتك. أشكرك جزيل الشكر دكتور، أهلا وسهلا بك وشرفتنا. أهلا بحضرتك. هو يعني احنا يعني على حسب كنت قريت بحث أخيرا إن هو السرطان ده ناتج طبيعي لانقسام الخلايا، ولكن اللي بتحد من الموضوع واللي بتعالج الموضوع هو الجهاز المناعي، بحيث ان طبعا اي انقسام بيحدث بيكون نتيجته خلايا سليمه وخلايا سرطانيه، ولكن الجهاز المناعي هو اللي بيدمر الخلايا السرطانيه وبيقضي عليها، وبالتالي بنلاقي كبير جدا جدا ما بين الناس اللي عندهم نقص في المناعه او امراض مناعيه بتلاقيهم اكثر عرضه لامراض السرطان. نعم تمام، حضرتك متفقه معايا في هذا الموضوع؟ طبعا متفقه. بالنسبه للمواد النانونيه بقى اللي انت حضرتك انها بتخترق، اللي بتقولي انها بتخترق الخلايا السرطانيه ولا تخترق الخلايا السليمه، كعلمنا طبعا وكدراستنا للبيولوجيكال بروبرتيز اوف نانو بارتيكل انها بتخترق كل من الخليتين، ولكن الخلايا السرطانيه بتمتاز بثقوب موجوده، فبالتالي هم لما بيجي يحللوا الورم بيعرفوا هذه الزوائد او هذه الثقوب، وبالتالي لما بيعملوا الدراج ديليفري سواء اذا كانت بوليمر نانو بارتيكل او ليبيد نانو بارتيكل بيحطوا عليها مستقبلات بتتجه مباشره الى الخلايا المسرطنه دون الخلايا السليمه. فطبعا ده يعني ابحاث كثيره اطلعت عليها وقريت ان ده الميكانيزم بيتم بالطريقه دي، فده يعني ايه بحب ان انا يعني بس اوضحه لحضرتك، وكل الشكر والتقدير لسعة صدركم. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك دكتور. هذه الطريقه هي طريقه ثانيه اللي يعني بالنسبه لي انا اشتغلت بالدكتوره النانو بارتيكل از اتز، يعني مثل ما هي ميتال اوكسايد اخذت حتى بدون انه حملتها على دوي، فوجدنا بالدراسة مالتنا أنه هذه أنا أخذت مامار جلاند كارسينوما، فحملت فالدواء ما حملته على أي شيء، مجرد أنه استخدمت ثلاث مواد نانوية سيليكا نانو بارتيكل وآيرون نانو بارتيكل وتيتانيوم نانو بارتيكل، فوجدنا من الهستوباثولوجي ومن العلاج إن فيترو وال
بن فيفو كانت ماماري جلاند. قلت لك دكتور ما أدري إذا تعرف هاي الماماري جلاند إن ماي أون مايس تكون يعني بالباك مالتها. فمن حقناها بالنانو بارتيكل اللي هي as it is وهمين أصلاً ما محمليها على أي دواء ولا كيميائي ولا غيره ظهرت يعني صار regression للتيومر. فإنه هذه المواد دخلت للخلية السرطانية إضافة إنه ما سوت أي سايد إفكت إلا شغلات بسيطة يعني كلش الباقي الأجزاء من الجسم وسوت regression للتيومر بدون تحميل وبدون انه سويت لها لينك ويا انتي بودي يعني معين. هو مو شرط انه يسوي لها لينك, هي اوتوماتيكيا كيموتاكتيكالي راح تروح للتيومر نفسه. يعني هي ممكن انه تخترق الخليه الطبيعيه بس مو كلها تقدر تخترقها لان الكابيلاري الدايميتر مالته قسم من الاعضاء ما ممكن تخترقها. طبعا هي according to their diameter, according to their shape, طبعا هذه كلها لها علاقة بالموضوع, و according to the capillary of that organ اللي نريد نعالجه. يعني فمو شرط انه يعني تصل يعني للخلية الطبيعية ومو شرط انه تكون drug delivery, يعني ممكن as it is كنانو بارتيكل. وهذا اللي انا اشتغلته بالدكتوراه وطلع عندنا هاي النتائج. تمام حضرتك, بس هو يعني انا وكان حضرتك بس يعني هو كدراج ديليفري احنا اصلا بنستخدم احيانا الليبيد نانو بارتيكل. طبعا الميتال نانو بارتيكل يعني اثبتت بعض الاعراض الجانبيه لان الميتال ديت لما احيانا احنا بنحقنها كعلاج او ككارير او كاي حاجه طبعا انها بعد ما تخلص المهمه بتاعتها الجسم ما بيتخلص منها فبتضطر انها بتروح في حته ثانيه بتسبب مثلا امراض الزهايمر وحاجات زي كده. فطبعا هم بداوا يستخدموا الليبيد نانو بارتيكل ككارير. انت حضرتك دلوقتي بتكلمي على كدراج ديليفري لكن انا بتكلم على ككارير للدراج ديليفري. انا ما يعني ما اتكلمش على الدراج ديليفري, انا بتكلم بس على الكارير. انا كل كلامي على الكارير. نعم شكرا دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا دكتور سيد. دكتور حيدر تفضل. دكتور حيدر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. أحب أعرف عن نفسي أستاذ مساعد دكتور حيدر تركي الموسوي من جامعة القاسم الخضراء في بابل. الله يخليك نوركم. طبعا يسعدنا أنه دائما نحن نحب نستمع إلى محاضراتكم الراقية جامعة البصرة. دكتورة رائعة أنت بالعرض ومحاضراتك عن المحاضرة أوفيتي بيها. أحب أنوه عن حضرتك شغلات أنه بالنسبة للطرق للجينات إنه أنا اختصاصي هندسة وراثية وتقنيات أحيائية. إحنا لكل عضو هو أكو جيناته المعبرة عن خصوصا عن مرض السرطان اللي هو أصبح هو الفيرست كلاس بدول العالم كلها, يعني هو اللي محتل المرتبة الأولى. فالجينات أنا من أرد أشتغل عليهن على سبيل المثال البريست كانسر عندنا براكا وان براكا تو ذن الأساسيات اللي هن راح يشفرن عن البروتين الأساس اللي هن راح يكونن الأساس بالماركر الانديكيتر لهذا السرطان. فمن حضرتك قلتي إنه ما معروف, لا هو جيناته أساسية لكل عضو الجينات الأساسية مالته ومن مراحل الانقسام الخلية هي اللي راح تبدي بهذه المعلومات. أجي للنانو, أنا هم شغلي على النانو, يعني حلو إنه هذا الشغل وهو يعني شلون نقول طفرة العصر اللي صارت بشغل النانو. حضرتش يعني اشتغلت سيل لاين لو اشتغلت يعني يعني إنه على حيوانات تجريبية واستحثيتي بيهم. اثنينها اشتغلتهم, اشتغلت سيل لاينات 4-5 جربت واشتغلت في هاي الانفيترو والاشتغلت الانفيفو على الميموري جلاند كارسينوما. هذه البراكا 1 والبراكا 2 هي صحيح انديكيتر للبريست كانسر بس هذه احنا نعرفها. لو احنا نقتحم البراكا 1 ويشفى سرطان الثدي كان الحل في الموضوع. وياك احنا لان هي المشكله, شوف احنا الاستعداد الوراثي هو اهم شيء, يعني انه العائله
هل عندها هذا المرض هو هذا الأساس اللي احنا نبحث عنه. هي المصيبة انه ازيد الناس يعني انه ماكو فحص دوري، ما يكتشف بالإيرلي ستيج، كله بالليت ستيج، من يوصل لمرحلة متقدمة وصار مرحلة الميتاستيسز، يعني وصل للمرحلة الستيج الرابع او الستيج الثالث او يمكن للخامس اللي هو للديث اللي راح يؤدي لي. هذا الغلط مالته في الاستعداد الوراثي. عندي عائلة عندها استعداد وراثي انه هذا المرض، انه هذا انه بيها اي نوع من انواع السرطان، لازم تكون متابعه دوريه، لازم تكون متابعه دوريه بهذا الاساس في سبيل التجنب من حدوث هذا المرض. ومثل ما عرفنا انا همين عندي محاضرات عن السرطان، همين محاضرتين، ودائما انه باليوم العالمي لسرطان الثدي هم نشترك به، فبدنا نشوف هذا الجانب. لكن هسه التوجه للعلاج النانوي، فبالعلاج النانوي يعني انه انت استخدمتي، منو اللي اثبت فعاليه اكثر انه من المعادن اللي استخدمتيها حضرتك؟ وهل يعني صنعتي بايوسينثيسيس يعني الى لو فقط انه الكيميائي الطريقه الكيميائيه؟ دكتور اني المواد النانويه استوردتها ما صنعتها. نعم. انا بيولوجي اختصاصي، مو لا فيزياء ولا كيمياء. نعم. بس اني استخدمتها. نعم. على يعني 5-6 سيل لاينات. أيه. وجربتها على يعني مناشئ مختلفة، إبيثيليال. نعم. وماسكولار وأظهرت. نعم. تقريبا ماكو فروقات معنوية بين نانو بارتيكل والثاني بالنسبة للسيل لاينز. نعم. يعني ماكو اختلاف ب ب ب يعني بالنتائج، يعني انطاك نتيجة، انطاك نتيجة من العلاجات اللي دا تستخدم يعني بيه. نعم. طاش نتيجة، يعني طاش نتيجة. طبعاً دكتور إيه انطاني مقارنة بالعلاجات. أنا أيد الدكتور إنه إحنا الجسم الشعور راح يتخلص، لأن إحنا راح يصير accumulation إله، يعني الطريقة الباثوي شلون هي كلها قيد دراسات. يعني إحنا يمكن بعد إشقد يلا نوصل لمرحلة إنه يصير الابليكيشن مالتها على الهيومن، هاي كلها إحنا قيد الدراسات. بالمناسبة أنا حتى باشر عندي مناقشة يعني للطالب مالتنا، أم مش صنعت نانوي لكن على البكتيريا، اشتغلت على القدم السكري وهم أثبت لي فعالية للزنك أوكسايد، وصنعنا منه بالأوينتمنت خبطنا يعني صار أنه ديرمال دي يشتغل عليه. لكن أنه من أنطي إن فيفو يعني أنه الباثويات مالته يعني ممكن أنه تسبب لي، إحنا ما نقدر نقول أنه ما تعرف وين راح يروح. نعم. بس العفو دكتور، مو أنا استخدمت إن فيفو، يعني هسه أنا استخدمت الأمان مالته، رغم الأمان ما أنت صنعته بايوسينثيسيس من النباتات ومن المخلفات مالت البكتيريا، بس هم أخاف من عنده من أنطي إن فيفو، لأن هو بعده قيد التجارب. لكن إحنا هسه كإن فيترو يعطينا جدا فعالية قوية، بس يعني داخل الجسم هم لا زال انه العمل. احنا لازم يعني تكون متكافئين مع ومتضامنين للجميع، خصوصا احنا ذا بهذا اللاين، يعني لازم انه نعرف ونسخر هاي البحوث مالتنا في سبيل انه انجاح العلاج النانوي والابتعاد عن العلاج الكيميائي والطرق اللي تسبب اذيه، لان راح نروح احنا مباشره للتارجت الاساس، ان كان جين او ان كان أورغان أو إن كان تشو، يعني إلى في سبيل يصير بنتريشن ونتخلص منه، يصير امتصاص إلى لهذا العلاج. علاج دكتور أنا هم استخدمت إن فيفو يعني على المايس. نعم. ودرست الأبوتوسيس باثويز، أخذت البي 53 ماركر وكاسبيس 8 وكاسبيس 9. نعم. نعم. يعني اللي هو الاكسترنسنج والانترنسنج باث واي. نعم. فطلع عندي نتيجه بالاميونوهيستوكيمستري، اضافه الى انه اخذنا الهيستوباثولوجي مال المين اورجان اللي هي الكيدني والبنكرياس والليفر، وقلت لك يعني ما طلع ذيك السايد افكت اللي مثل ما يسويها الكيمياوي او الاشعاع او غيره. صح يعني احنا هسه دا نثبت يعني عده بحوث، يعني دا نثبت انه الفعاليه مالته جدا هائله، بس لازال نقول احنا قيد الدراسه والتجارب. دكتوره نحب نتواصل وياك يعني
بهذا الجانب، لأن يعني هم تخدمينا وتعاون يصير ما بين الجامعات، ومشكورة وربي يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا لك دكتور، وأهلا وسهلا بك بأي وقت. الله يخليك، ممنون لحضرتك. شكرا دكتور حيدر، شكرا. دكتورة أحسان، ممكن تعيدين السلايد اللي بيه صور وحجوم لمختلف الجزيئات؟ أي نعم دكتور. دكتور أحسان، عندك فت سؤال تحبين تسألينا يعني تحت المايك؟ عفوا هذا دكتور، قول عفوا. شو دكتور أحسان، ممكن تفتحين مايك وتشوفين شو؟ السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا دكتورة. شكرا جزيلا عيني دكتور أثير، دكتورة علا، بارك الله بيك دكتورة، وخلف الله عليك على المحاضرة. أشكرك دكتورة، الله يخليش، تسلمين. أنا ما عندي ملاحظة، بس حبيت السلايد، أني حبيت أشوفه مرة ثانية، يعني أشوف الحجوم اللي فيه. نعم. يعني للجهة اليسرى، شنو هاي الموجودة الجزئية للجهة اليسرى؟ جزئية الماء هذه؟ جزئية الماء وحجمها 10 نانومتر. نعم. يعني هو بس الملاحظة هنا، معقولة جزيئة الماء حجمها 10 نانو والدي ان اي عندك 1 نانو؟ الصورة هاي مأخوذة من مصدر الصورة، اي ليش ما معقولة يعني ما افتهم قصدك؟ والدي ان اي يعني هو قواعد نيتروجينية وكربوهيدرات باك بون، فأكيد هو أكبر من جزيئة الماء. أو أنا دا أتصور يعني أكيد أكبر. والله دكتورة يعني ما أدري، ما أقدر يعني أجزم لك على الموضوع، لأن قلت لك أنا أخذتها من مصدر. راح يتغير في بالك يعني. طيب شكرا 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 عيني. ما شاء الله علي الدكتورة على الملاحظة. أستاذ فاضل، السلام عليكم ورحمة الله. أيهما أسرع انتقال السرطان، عن طريق الأوعية اللمفاوية أو لا دموية؟ وهل الأوعية الدموية الخاصة التي تنتجها الخلايا السرطانية موازية للأوعية الدموية، أم أنها توصل للخلايا السرطانية بالأوعية الدموية؟ سار فاضل، سويتها على أي هوسة؟ ما في سؤال دكتورة؟ دكتور يعني ما أعرف شنو الغير الأوعية الدموية. هو دكتور أصلاً السرطان ينتقل خلال الأوعية الدموية، موازية يعني قصده بالشكل بالدايميتر؟ لا طبعا دكتور، لان هي الشغله الريجولر، يعني شيء ما منتظم، يعني اللي يسوي مو موازي له، يعني هذا وراح يجي وفوقه موازي، لا مو هيجي. تمام. الثاني، هل يمكن زرع خلايا جذعيه لعلاج ضمور الدماغ؟ أكو نوع من الخلايا السرطانية اللي بالدماغ ممكن إنه يأخذوها ويسووا لها differentiation، وكانت هاي أعمال موجودة، يعني زملائي بالدكتورة كانوا وياي يسووا لها differentiation إلى خلية عصبية مثلا المايكروغلية ويعالجوها بيها. تمام. أستاذ نبيل يقول، ما هي نسبة النجاح؟ نعم. العفو، تفضلي. الدماغ دكتور قضيته كلش صعبه، لان الخلايا الدماغيه لا تنقسم ولا تتكاثر، يعني فشي كلش صعب، بس ان فيترو اشتغلوه هذا طلع نتائج يعني عندهم جيده، اخذوا ببراءات اختراع بوقتها هم يعني. تمام. استاذ نبيل يقول، ما هي نسبه النجاح بالعلاج بالنانو، وهل متوفر موجود احنا بالعراق دكتور؟ أعتقد في العالم كله يعني، هل بالعالم موجود بالتطبيق الفعلي؟ أي أكو موجود، بس محدد إلى درجة وما منتشر كلش قوي، بس هسه فد هجوم قوي إنه يريدون يستخدموه كعلاج، يعني لأن الدراسات دكتور غير متكاملة عليه. أي دواء يعني ينتشر المفروض تستكمل كل دراساته، يعني
الجانب المناعي والعصبي وكل شيء. هذا يعني بعد اكو ديفكت بالدراسات، اضافه الى انه عدد الدراسات اللي يعني ما وصلت الى الحد الكافي اللي ممكن هذا البحث او هاي النظريه تصير شيء مثبت، يعني شيء غير يثبت بكتاب مو بس كدراسه. إذا لحد الآن دكتورة يعني ما متاح في العالم بعده، هو في حقل مو كل العالم دكتور. أي مو كل العالم، لا لا مو كل العالم لو أبدا ماكو دكتورة يعني. لا موجود، لا موجود التجارب. موجود موجود إيه، يستخدم يستخدم. هسه دكتور هذا مال الكورونا فيروس شنو هاي الأدوية الفايزر يعتمد على الفايزر إيه، هو حملوه على مواد نانوية وانطونا إياه، يعني موجود هو اصلا ماده نانويه همينه موجود، بس مستخدم بمكانه يعني بقضايا وبقضايا لا ما مستخدم. تمام دكتوره، احنا نقول هل بسبب صغر المواد، يعني هل الصغر مال المواد النانويه هو السبب انه تدخل للورم لو اكو خواص اخرى؟ هو الخاصيه الرئيسيه دكتور، لان قدرت تعبر هاي بين الاندوثيليال سيل البلوعاء الدموي بسهولة، لأن تعرف من يصنع غذاء يعني دواء لازم يكون ليبيد سوليوبل يعني يذوب بالدهن حتى يقدر يدخل البلازما ممبرين مال الخلايا، يعني فهو هذا الشيء الرئيسي بسبب صغره طبعا. تمام. سال مروان عندك العديد من الأسئلة، نشوف هذا السؤال يعني صور لي مو بمجال المحاضر. هل يمكن لبعض الحيوانات أو الأسماك كسمك القرش تجنب الإصابة بالمرض نهائيا؟ وأعتقد يعني هذا خارج المحاضرة. تجنب يا مرض السرطان دكتور؟ بالضبط. والله دكتور مو شغلتي هاي، يعني هو خارج الموضوع. سال مروان الأسئلة ما تكسر مروان كلها بالنسبة يعني تخص المرض، ويعني مثلا هل تؤثر إشعاعات الهاتف الجوال على انتشار المرض؟ هذه لازم نشوف أحد من الفيزياء من جماعة الفيزياء هو يسوي لنا محلل هذه الموضوع إن شاء الله. أنا طبعا أعبر الشكر للجميع قدرين دكتورة أهم تشوفينا بالشات حضرتك. هذا مرتضى حسين السلام عليكم، عندي سؤال للدكتورة، المواد النانوية خاصة المعدنية تكون شديدة الفعالية، شلون نقدر نتجنب التفاعل مع باقي مواد؟ هذا هو الموضوع اللي هو اللي يخوف الكل بالحقيقة. مو دكتور احنا دا نستخدمه بتراكيز كلش قليلة، نستخدمه بتركيز. دكتور سيد جادو شنو كان الرأي مال دكتور سيد جادو حتى دكتور حيدر انه التراكمي مالته الكومليتيف اللي جاي يصير مره بعد مره هل راح هذا كلنا احنا يعني دكتور ما ندري بيه، يعني حتى اذا هيك وصلنا لهذا الحد يعني الفاكسين مال الكورونا اللي اخذناه كلنا ما ندري شنو نتيجته مستقبليا، بس رب العالمين الله ان شاء الله. هاي زين احنا الصاحين زين، إذا هو أبو السرطان هو الله بلا بالسرطان، بقى هذا الدوج قد راح يعالجه ويحسن من وضعيته إلى أن يوصل مرحلة، يعني أنا مو دا أقارن راح أقول هذا هو الشافي والعلاج النهائي ودا أدافع عنه، بس أنا برأيي مقارنة بالإشعاع والأضرار اللي دا يسويها والكيمياوي أهون من عندي. طيب يعني هذا هو نسبة الشفاء مقارنة مع الكيمياوي والإشعاعي. دكتور أني مجربت على الحيوانات دكتور، جربت نعم. على الحيوانات فأظهر يعني هذا الأكيوميليشن اللي ما سوالي ذيش الأضرار القوية مثل ما يسويها العلاج. لا مو الأضرار دكتورة شذا نعم. مو قصدي عملية الشفاء. هل بالنسبة للورم دكتور صغر الورم مالتي بالنسبة للعندي للإنفيبو يعني اللي استخدمتها الفيران صغر الورم مالته إلى درجة بالنسبة للفاري، يعني
هذه واحدة من الأسباب الرئيسية اللي العلاجية. الشغلة الثانية أنه بالخلية السرطانية استحث الموت المبرمج، طلعت لي هذه الباراميتر اللي استخدمتها للموت المبرمج طلعت لي positive result. إضافة إلى أنه أنا قارية بحوث بالنسبة للأنجيوجينيسيس، يعني هاي تكون يعني أوعية دموية للخلايا، همين استحثت الفاكتورات اللي موجودة بيها، يعني معناها إحنا مو إذا قللنا كمية الأوعية الدموية اللي راح تسويها الخلية السرطانية يعني راح يقل الغذاء اللي يوصل إلها، فراح فهيج يعني هذا هو الموضوع دكتور، يعني استحثت الموت المبرمج واستحثت الانجيوجينيسيس فاكتور وصغرت حجم الورم. ما ادري شو بعد من المواد. دكتوره نازك تفضلي. دكتوره نازك السلام عليكم. دكتور شلونك؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا بك دكتوره علا، ان شاء الله زينه. شكرا جزيلا على المحاضره، ودائما انت مبدع ومتالق انت ودكتوره علا، الله يحفظكم. شكرا دكتوره شذا على هالمحاضره. ولو يعني اختصاصك مو كيمياء، بس أنا أريد إذا ماكو زحمة عليك أعرف الأكاسيد اللي أخذتيها. أنت أكاسيد الفلزات الانتقالية ماخذة حسب ما فهمت من محاضرتك؟ نعم، سيليكا نانو، سيليكا أوكسايد وفرت أوكسايد وتيتانيوم أوكسايد. فرق تيتانيوم وهاي منين اشتريتي دكتورة؟ يعني انت قلتي اشتريناها يعني ما محضرتها انت كنانو دكتورة، يعني اوردر من الشركة شرونا يعني اكو. هل هي ستيبل؟ يعني اشتغلت اللا عضوية على الدكتورة نازل. اي عافية. لا دكتور اني اسفة جدا، بس اني لي انشغلي على معقدات البلاتين والبلاديوم، اشتغلت يعني الابلكيشن. بالعكس والله دكتوره، دكتوره هي فرصه مثلا اذا تحضرون بعض مركبات مثل دكتوره بالضبط. هو انا ليش حيدر يكونون يعني ممكن يسوون تيم واحد ويشتغلون، يعني دكتور حيدر الان عنده شغل بهذا المجال. دكتوره شذا بالضبط بالضبط دكتور. انا انت حضرتهم حضرت معقد باي نيوكلير، يعني عندي درتين بلاتين كان ومكسيكيجنت، فمن سويت الانتي كانسر طلع انهبيشن يعني 96% طبعا بماليزيا. السيل لاين، السيل لاين دكتوره؟ نعم نعم، السيل لاين مع البريست كانسر والبروستات كان كانسر عندي، وبس البروستات انطل يعني. بس البترو ما جربتوه؟ البترو دكتور بالوين؟ يعني وراها بتروح على حيوانات ما جربتوها. بتاعت البصره بطب البيطري حقيقه سووا لي اسمه مايكوسيس هيك شيء، يعني يرادوا يشوفون هل انه تاثيره على الهيلث سيل كان له تاثير، فطلع صفر. يعني حتى بوقتها قالوا هاي براءه اختراع تعتبر. طبعا انا توكسيسيتي تقصين دكتوره كتوكسيسيتي؟ نعم نعم نعم. لا لا مو قصدي توكسيسيتي، بالنسبه الى الشفاء هل نطى نتيجه؟ دكتور أنا بالنسبة لل يعني طبقوها على الفار طبعاً، وبعدين قلت لك اللي شافوا التأثير هل تأثر على الخلايا الصحية، تعرف الكيمياوي من ينفذ مثلاً جماعتنا اللي صار بهم سرطان الله يرحمهم والباقين. المهم أكيد إلى تأثير الكيمياوي مهما كان إلى تأثير على بعض الخلايا السليمة، فهذا طلع انه يعني هسه تروح حميه مي تعرف عن كم سنه مخصصه. فالمهم شو اسمه النتيجه طلعت لي يعني ما ياثر نهائيا، يعني قلت لك حتى بوقتها قالوا براءه اختراع، بس لانه كانت اطروحه فما تعتبر يعني بعدها ما مناقشه، فقالوا ما يصير. المهم ان شاء الله ان شاء الله التوفيق، والله دعوه انه تشتغلون معا يعني تسوون فجاري. انا سؤالي هل انه احنا طبعا ما نقدر نحضر المعقدات نسويها نحولها الى نانو حسب ما هواي سالت انا، يعني بصراحه سالت حتى حضرتك اتذكر، فهل اكو حامل لهذا المركب مالتي؟ يعني قد يكون كاربون دوت او قد يكون يعني اشوف مواد نانويه ممكن ان تستخدم، مثلا اذا اخذنا فرضا بلاديوم او بلاتين بشكل اوكسايد ويعني بشكل أوكسيد وبشكل نانو،
انه يحمل هذه الجزيئه اللي هي طبعا سلسله. انت تعرفين مدارس للانتي كانسر كانت من السيزبلاتين، واخذيها ايش كم سلسله جتي كم مدرسه، احنا نسميها هيك مدرسه نسميها، لان هو دريفيتيف يعني المهم. فهل انه اقدر استخدم، طبعا انا ما ناشره هذا البحث مع اتروكتي بالمناسبه يعني، بس اريد مثلا ممكن انه اخذ طالب دكتوراه ممكن، فهل انه بامكان نوسع هذه الفكره؟ ويعني شيء مو صعب علينا يعني، احنا اذا نتعاون الكيمياوي والبيولوجي جماعه النانو لو مختصاصي نانو، بس انا بفضل دكتور اثير همينه وان شاء الله محاضراته المستمره بالنانو يعني مو اللي قد ماكو فضل ان شاء الله، ومتابعتي يعني حقيقه هواي دورات وشغلات يعني استمع لها، فيعني العمل بيها مو هذاك الصعب يعني حقيقه، ما شفت يعني اكو كم طريقه، ويعني هو قريت عنه، وانا هسه لان مسؤولتي هم دراسات الادب بقسمنا بجامعه السليمانيه، فاشوف يعني بيبرات وهذه، فشفتها مو فتش صعب انه احنا نحضر نانو، بس هل انه هو دكتوره نازل دكتور حيدر الان بالشات، اذا تنزل بالشات راح اشوف كتب الايميل ورقم تليفونه، فممكن والله انا واو ان يعني بالشات هسه بالشات نعم هيا كتب دكتور تليفونه والايميل مالته، شوفي دكتوره وتتصل نعم. اعتقد يعني هو بادي فاتح قلبه وايديه الان للعمل، جزاه الله خير، وهو يعني شكرا جزيلا له، تقين من البدايه كان همه اساسي انه يصير تعاون بين كل الجامعات بين كل الباحثين، والله على واه التعشيق على بين الاختصاصات، هذا انا املي والله العظيم، ادري خلف الله الف مره عليك، الله يحفظك ويعطيك الصحه والعافيه، واحنا يعني انت يعني ما في غنى الكلمات ما تعبر عن انه التزامكم انت ودكتوره علا وهالجهود، الله يحفظكم ان شاء الله، يعني بتوعية هالناس يعني اعتبرها نوع من التوعية، والأكيد مع عدد التعاون، فخلف الله عليكم وشكرا سلمين لكم، سؤالي أو كلامي بس لا يعني لا بالعكس بالعكس يعني هو شلون صير الأفكار هي هاي النقاشات أكيد هالروح التعاون هذا الشيء مو غريب على أهل البصرة والنعم بكم، ويعني يعني شرفتوا العراق كلهم يعني بهالمباراة، الحمد لله والشكر الحمد لله يعني الحمد لله، حتى اللي ما يعرفكم حتى اللي ما يعرفكم هنا بسليمانية قلت لهم شفتوا مو قلت لكم أهل البصرة طيبين وخوش أوادم الكل طيبين إن شاء الله الكل طيبين ماكو فرق بين من ماكو فرق أكيد احنا كلنا عراقيين كل إن شاء الله نسجي احنا نقول دائما هو الزين زين ما له علاقه الحمد لله. كل عربي سني شيعي كلنا احنا عراقيين ان شاء الله ان شاء الله دائما اخوه وخوات سمين عين سمين ان شاء الله دكتوره يا هلا دكتوره آلاء تفضلي دكتوره آلاء السلام عليكم يعطيكم العافية جميعا عليكم السلام عيني الله يرضى عليكم عمل جميل ورائع صراحة هلأ أنا ساتوريتد ومشبعة بالأبحاث التطبيقية إن كانت فيرست ترايل أو سكند ترايل، متى رح نبلش ثيرد ترايل؟ يعني النتائج اللي أنا شفتها في الليفر كتير صعب، يعني حتى الكيموثيرابي والراديوثيرابي والثيرابي التراديشنال المعروفة والصعبة والسايد افكت كتير عالية عالية، فبدنا نشوف يعني آمال وطموحات على هذا يعني تطبيقي، والنتائج يعني كتير مبهرة، فما بعرف أنا من 4-5 سنين ويعني براسل وزارة الصحة عنا هون بالأردن، بس كل ما أقدم طلب في وزارات بتتغير، فبرجع بطلب يعني بكمل هذا، فما بعرف هل عندكم تريال على ثيرد تريال مثلا ولا زينا لسه فقط ابحاث؟ دكتور احنا مثلكم بس ابحاث وماكو تطبيق دكتور احنا العرب بصوره عامه ما عندنا متطوعين مو صحيح؟
احنا من ليش نروح نلجأ للحيوانات اولا، ولو هو هذه المسيره العلميه الصحيحه انه نجرب على الحيوان ورا ما يثبت فد على الاقل فد 50 الى 100 مره من اعاده البحوث نفسها يلا نجربها على الانسان، بينما بالخارج عندهم المتطوعين يجون واحد متطوع بالسرطان يريد يتعالج يقبل يجربون هذا عليه، احنا العرب منو يقبل يجرب؟ صحيح لو مو صحيح؟ شلون راح نوصل إلى هذه المرحلة؟ هم ليش يتفوقون علينا بهاي الأمور؟ لأن هم عندهم متطوعين، تجربوا المتطوعين تجي بعدين تسوي هيستوباث للليفر للكيدني كل أجزاء الجسم اللانج إذا هو باللانج ليفر ونتأكد. إحنا هنا شلون نتأكد؟ والله دكتورة تمام. هلأ زي ما إحنا في بيناتنا تعاون بين الدول العربية، ليش لحد الآن لسه في جاب ما بين السنترز الموجودة عنا والسنترز الموجودة بأستراليا وأمريكا؟ ليش ما يكون في كولابوريشن وورك فعلي حقيقي إنه نكون تيم ونشتغل كونه عندهم فولنتيرز؟ هلأ بالهند في فولنتيرز كتير على هذا الموضوع، يعني أي واحد بده يرخص دواء في فولنتيرز بالهند أعداد كتير كبيرة. فصراحة يعني ما بعرف، بدنا نمشي خطوة جريئة وإن شاء الله يعني نقدر نطبق إشي صحيح يعني بالطريقة الصحيح إن شاء الله. دكتورة أنا حاولي تصيرين تواصل مع دكتور مهند ودكتورة شذا، أنت اختصاص شيء أيضا بهذا الموضوع ممكن تعمل yeah. بجي يس ان شاء الله ان شاء الله ان الجاب هاي مهند بالشات كتب رقم تليفونه وايميله فممكن انه تبينه ويصير تواصل. اعتقد انا حسب معلوماتي عندكم اجهزه قد تكون ما موجوده هنا انت مشتغله عليها في الاردن، ممكن تصير استفاده كبيره بين الطرفين. شكرا جزيلا دكتوره. دكتورة شذا إذا تقري أكو سؤال من دكتورة زينب الجبوري. After the encapsulated nanoparticles enter the cancer treatment, does it adhere to the cancer cells through specific receptors that are already present in the cancer cell, or does this nanomaterial itself contain receptors mainly as an additive to the nanoparticles؟ جاي تسأل عن الريسبتور. هسه يلا لقيتي. After the nanoparticle enter cancer treatment, does it adhere to cancer cell through specific receptor that are؟ السؤال عن الريسبتورز اللي موجودة، هل بالخلايا السرطانية هي موجودة بحيث تشتغل بعدين؟ أو النانو ماتيريالز هي بها الريسبتورات؟ هي دكتور مو إحنا لازم ندرس قضية هاني اللي درسته، هي البروتينات اللي تنتجها هذه الجينات، فممكن إنه هذا الجين يدخل بسبب صغر حجمه يستحث هذه الأمور اللي بداخل الخلية، وممكن إن حسب مثلاً أنا أخذت الأنكسين، الأنكسين هو يعني إكسيرنال ريسبتر، ممكن إنه يرتبط به من برا ويدخل جوا يستحث الـ يعني الطريق الأنكسين أو الكاسبيس الخارجي من برا الخلية، يعني من البلازما ممبرين يرتبط بريسبتراتها ويستحث الموت المبرمج، أو يدخل بداخلها وبعدين يستحث الأمور الداخلية. أكو هيك نوع وأكو هيك نوع، يعني حسب نوع النانو بارتيكل وحسب نوع الكانسر وحسب نوع الريسبتورات وحسب نوع الطريق، سواء هو انجيوجينيسيس او ابوبتوتيك فاكتور او مايتوتيك فاكتور، يعني هي القضيه ترى كلش كبيره دكتور، هاي احنا ماخذين جزء كلش صغير من هذا الفيلد الواسع. تكملي يعني كل نقطة. سؤال آخر دكتورة، تقول هنالك أبحاث تقول إنه المصدرين الأساسيين للسرطان هم السكر والجلوتامين. ما يقول. شنو رأيك بصحة هذه الأبحاث؟
دكتور ماكو شيء واحد. مريض السرطان إذا منعوه من السكر والجلوتامين هل هو جيد لو لا؟ لا طبعا دكتور، ماكو فاكتور واحد نقدر نجزم عليه ونقول هذا هو السبب، ما نقدر، لأن همينا ماكو شخص ولا أكو هيك إمكانيات يقدروني في حصول الجسم، وهي هذه الجينات أسعارها كلش غالية حتى نستدل من عندها. إحنا دنشتريها بملايين الدنانير على مود كم سامبل، يعني هذا إذا نسوي روتين وورك هذا يريد لفشي كلش هواية. فماكو إنسان أخذوه وسووا له كل فحوص الجينات وتأكد وإنه هذا السبب الرئيسي للسرطان، أو والله ما يأكل سكر وما يأخذ جلوتامين أو يأخذها ماكو هيجي شيء دكتور. تمام دكتور عمار البعاج، هل يعمل العلاج بالنانو على الخلايا الجذعية على السرطانات المختلفة؟ يعمل على السرطانات المختلفة الخلايا هل الجذعية. على لا هل عمل النانو على الخلايا الجذعية؟ ممكن نعمله على الخلايا الجذعية واحد، ممكن إنه نعمله على السرطان واحد، يعني هذا قضية وهي قضية ثانية. أعتقد تعليق من صباح باسل المالكي، حجم الجزء النانوي كونه أصغر من حجم الخلية فهو يسهل الدخول، أما الفعالية تأتي بارتفاع درجة حرارة الفلز داخل الخلية مثل جزيئات الذهب النانوي تسبب قتل الخلية، والجزيئ النانوي يتميز بمساحة سطحية قادرة على احتواء الخلية. يعني هذه ضمن الميكانيزم اللي مقترحة أو أكيد صحيح دكتور، هذه صحيحة واحدة من الميكانيكيات هذه، إنه هذه الفلزات تسوي فوتو دايناميك فعلا ترفع درجة الحرارة وبالتالي تقتل الخلايا، واحدة من الميكانيكيات هذه صحيحة موجودة. تمام